عليكم حياكم الله ومسيكم بالخير. دائما في الصدقات الله سبحانه وتعالى يقول والله يضاعف لمن يشاء. حقيقة هذه تبغى الواحد يوقف عندها، مضاعفة الرقم. طبعا زمان تكلمت عن هذا الموضوع وموجود الفيديو في اليوتيوب، لكن ليلة سمعت قصة عن مضاعفة الصدقة. هذه قصة الواحد زمان كانت الأمور يعني المادية سايدة بالحيل على الناس، وفيه رجل شايب عليه التزام مالي وما هو قادر يسدد، والالتزام تقريبا 15,000 ريال، يعني كان ما هو قادر عليه. مهم ضاقت الدنيا بهالشوي بلش بعمره، وكل شوي تذكر هالدين، وعنده وليد له في التزام ومتدين، وليد يعني بار وحبيب ومساكين وراكض في هالدنيا، وجامع له قريشات وموزيها، أظن الله أعلم أنه كان يبيع رسبها قريبة من أبوه بالحيل، وحس أن أبوه في شيء مضيق صدره. دخل عليه وقال يا أبوي وش سالفتك وش عندك؟ قال يا ولدي أنا والله علي دين ما يخليني أنام الليل. قال كم؟ قال 15,000. قام الولد يهوجس في الدراهم اللي عنده، اللي عنده 20,000 وشايلها وتعبه ومأمل فيها، وهذا قام يعني يراود نفسه يبي يفزع مع أبوه. بالمناسبة ترى بعض العيال وبعض البنات عندهم حساسية عالية سبحان الله العظيم، يعرفون وش وراء أبوائهم إن كان عندهم مشكلة ولا ضيقة. طبعا أما أم العيال عندها حساسية عالية جدا، الأمور ثانية مو بهذا وقتها. سبحان الله العظيم، المرة إلى من أسئلتك عن موضوع فعلم إنها عارفتن الإجابة، بس تبي تتأكد أن تبي تتذب ولا لا. نبي نرجع لسالفتنا. قام الولد يا ما راح ويا ما جاء، ويمين ويسار وفكر، وجاء الشيطان ومجهودك وتعبك، والحين بس تذا ومدري إيش أبوك. المهم قام وتعود من الشيطان وقال ربي ما هو مخيبني، وقام وسحب الدراهم وجاء لأبوه وحطها بين يديه. أظن والله أعلم أن حط 20 كلها. شايب وشاف الدراهم ما صدق وبتى انهار مسكين، ودعا لولده دعوة في لحظة انكسار. قال أسأل الله إن يفتح لك أبواب الخير. الولد وبعد يجي 10 أيام انعزمت في عزيمة. يقول يوم اني جيت وجلس في طرف المجلس، لا والله يعني اثناء العزيمه واثناء العشاء، لا والله قالت الضيف هو واحد من كبار التجار، قلت لمضيفهم انا والله اني ادور لي واحد يمسك شغل عندي، يربي لي رجال نشيط وشاب قوي وعنده امانه. قال والله قرعت البيت عندك فلان اللي في طرف المجلس، تراه رجال مضبوط وما هنا ان شاء الله بتلقى مثله. لا والله قلت يا فلان. قال نعم. قال بكرة إن شاء الله تعال لنا في المكتب. المهم هو يستلم عنده وظيفة وكيل خاص له. قال هذا تاجر عقارات سفيري، يقول الولد وأول بيعة نبيعها، يقول يجيني فيها سعي 200,000 ريال. تخيلوا معي كم ضعف؟ 10 أضعاف. والله يضاعف لمن يشاء. تأملنا بعض الأرقام اللي تجينا من الرزق، لو وجدنا إن فيه علاقة قوية جدا بينها وبين بعض أرقام الصدقات اللي حنا نطلعها. لذلك لازم تكون قلوبنا صاحية ونتأمل هالأشياء عشان نزداد وننفق ونعطي. والله يضاعف لمن يشاء. السلام عليكم.